اليوم كريب مع شيف إلي عقيقي. صباح الخير. سبا كيفك؟ الحمد لله كثر خير. بس الكريب مع البكويت او بيقولوا الطحين الاسود هن ايه هلا مش اسود اسود بس تبع الحنطه السوداء بيقولوا تبع الحنطه السوداء مزبوط اوكي هيك عم نعمل شيء جديد يعني لان احنا الكريب نعرفه بالطحين العادي عم نغير شوي رح نعمل عجينه غير الطعمه ولا غير طعمه شيء اللي هي اكثر المنظر ايه اكثر بغير طعمه رح يعني مع الحشوه ما رح تحس كثير بالفرق معنا عندنا قريديس وعندنا توريزو رح حضر العجينه هي عطنا عجينه الكريب بس نعملها الافضل تتريح شوي اكيد يعني شي ساعه احسن هلا احنا ما رح نريح ساعه طبعا احنا ساعه رح تلعب بكره رح تطلع علينا ما فينا ناكل ايه لسنا هيك رح نبلش دغري ولا لا في زبده زبده هلا الزبده رح ادوبها شوي رح احضر العجينه نرجع نعمل الحشوه نطبقهم مع بعض يلا الحشوة هي فيها تشوريزو فيها قريدس تشوريزو مش رح كملها ما رح كملها تشوريزو تام تشوريزو تدور خليني مركز انا اوكي يلا ركز ثلاثة بيض هلا المقادير مثل مثل على الهوا بدهم يقطعوا ايه اوكي تبع المقادير المحطوطة اوكي هلا بالكريب بالنهايه دقيقه بس مش يعني قصنا الحلويات بدنا ناخذ وقفه ونرجع لكم مشاهدينا اوكي وعدناكم نرجع لكم رجعنا لكم عم نحضر كريب مع الشريمب والتوريزو بعدنا زيت الوقفه يعني ما عملنا شيء ناطرين ابدا كنا دوبنا الزبده اوكي جمدت رجعنا ندوبها كنا حطينا نوعين طحين بكويت وحطينا طحين عادي وحطينا بيض ايه هلا هون الزيادة ثلاثة بقت في الحليب هلا الحليب هو اللي بيقرر بتشوف الكونسيستنسي تبعها يعني ديجا اللون غير غامق ايه بده يغمق اللون طبيعي حتى الحليب ملا معروف عم هلي ولا كله؟ ايه هلا بس شوي صغيرة نرجع بنزيدهم لأنه هي أصلا فينا إذا بدك نصفيها لأنا ما راح أصفيها تسأليني ليه؟ ما راح يعملوا بيوم ما هي؟ يلا ليه؟ ما راح إذا دل دلوا ما عندي مثلي بلا في لا لا في باربر إذا دلوا شو اسمه يعني فينا نزيد ماي إيه زيد بعد شوية حليب بعد يعني هي بتاخذهم كلهم هاي الروسات من زينة بس خاصة الكريب والحلويات بينعملوا على الجراماج مزبوط هذا يعني اللي كنا عم نقوله قبل دقيقة بس هي الكريب يعني بعدها أرحم شيء بالدسير إذا بدك حسيتيها شوي رحوة بتزيدي لها طحين شوي شو اسمه بتزيدي لها مي حليب يعني بتضلها تتزبط بشكل يا ليك إذا خلصوا ما عندي بقى حليب خلص شوف شو بدك تعمل نزيد مي نزيد مي مش مشكلة ايه بعد التحمل ما رح تبقل كما هي هلا شوفي بس تحمل بعد لانه لازم تكون شوي ليكيد هي اذا ما ايه اذا بس نريحها كمان بدها ترجع تشد صح بس بالاذن ضروري هيدي تشيل الباقيين لانه لزقوا بال ايه هو ما لحقن الحليب هربوا يا نحن يا هني خلص ما في بدأت تصفيها هلا بنصفيها بس تنصفيها لازم نرخيها شوي دايما انا بصفيها ايه افضل تطلع احسن افضل هلا هون زياده الكريب نحن اذا بدك سوري مدخنين لها البقدونس اعطيني
ايه غريب البقدونس والكريب. ايه فينا ندخلها بالعجينه وفينا ندخلها بالحشوه، الحشوه اللي هي بدنا نقلل الشوريزو مع القريدس اثنيناتهم بيزبطوا. رح نصفيها، نجيب واحد تاني. لقيت المصفية؟ لا أنا لقيتها. يلا شفت كيف؟ موجودة موجودة. يا هلا انا بدي اشتغل اذا بدك، وانا بالوقت حضرت رح نجيب شويه ملح. رح بلش مثل ما زي حاطين زبده هون، رح احضر الغراض نعمل القليه او الحشوه. قولي شو بنعمل فيهم؟ بنكبهم؟ ايه خلص. ايه ما بقى رح نعمل، ما بنستعملهم لشيء. اوكي هلا افترضنا انه هون عم نريحها، مش مشكله، الكريب اخر شيء بنعمل هذا، مش المهم نحضر للحشوه. دايما بدهم يعطونا التايمينج تنعرف تنحضر، لانه عنا بعدين التيستينج دغري. ايه أوكي. يعني بدنا نضلنا ملحقين بعد في 15 دقيقة. اوكي في وقت. قطعت الشوريزو، هو بيجي اذا بدك روندلات مثل البيبروني. ايه قطعته بالنص او اربع حسب. اثنيناتهم بيمشوا. يلا هو رح يدخل بالقلية. رجع حاطين نحن شوية زبدة. بدك تقليهم؟ شوي صغيرة. ايه رجع رح يلحقنا بعد مع القريدس. مع القريدس. القريدس كريب اوريجينال. ايه يعني هلا بقى الشوريزو كثير طيب مع إيه مع القريدس، بس ينلفوا اللي بيطيبوا اكثر بس يتقلى مزبوط مع مثلا عصره اورنج او عصره حامض. ايه هات هو الشوريزو كمان بيتاكل ناي مزبوط. اوكي شو بدك تعمل بالقريدس؟ اللي بده ينحط معه القريدس رح احطهم فوقهم، بس نحكي عن بقيه الانجريدينتس. بالريسيت في تاراجون صح، عصير ليمون، بيض، يعني بيض بالاخر بيض ابيض وبنخليه شوي تيتبخر. اوكي بنرجع بنحط لهم شويه زبده. اوكي رح احط القريتسات. شفت الشوريزو كيف دغري بي هي النكهه اللي فيه دغري بكبه. القريدس على السريع بغير لونه، بس يستوي بس بيميل للزهر شوي. في رش هلا كمان شوية استرجون. انتبه ما بيكتر كثير، لأن طعمته كثير بتأثر. تعب إلي على الهند هيك، بدي روح آخد عنه شوي. هلا هو بيجي بكفي عن محلك. شو رأيك؟ بس تتعبي أنا بدك إلي؟ إيه عشرين دقيقة هنقلت ما بعرف كم كيلو، 15 كيلو على الكتف. بيلاقي بس يتعب بده يلاقي. بده يلاقي، مش الواحدة كريب كريب إلي. قال اوكي بيتحمل. بيبقى شي ساعة الحمد لله. لحقنا فيها على البيت. لا يعني روح. اوكي بلش سميتك بدك تهتم فيه يعني. بلش يغير اللون. بلش يغير اللون. تري بيان.
هلا جو دورانج يا لطيف شوي برش حامض برش حامض او اورنج كمان يعني اثنيناتهم بيمشوا هون لا جو دورانج اورنج اطيب ايه ماشي مع اثنين صح فينا نعمل البرش كمان بال بباتي الكريب اذا بدنا ايه مظبوط ما هيك تنكه هيدي طفت هيدي طفت هلا دارت دغري ببين علي بس هيك هلا دقيقة دقيقة بس ترجع تقلع نمرة إذا ترجع تقلع إذا رجعت قلعت ما حقنا قليل حقنا عتني غيرنا غيرنا بس ما استفدنا روق بده ضربة معلم ما بتعرف تدور يا لسي دارت بده طوي هي احمر في الدور طيب بهالوقت فينا روق شوي ليك بتعرفي هي شو مشكلتها هلا بقول لك شو مشكلتها اوكي ظبطت هيك بتطلع ايش هيدي التكنولوجيا سمو نحن مش ملاحقين لها ملاحقين للتكنولوجيا نحن عندنا بيتاغاز بالبيت بعدنا على الصاج لا شو بيتاغاز ريحة بتاخد العقل اللي ريحتها طيبة خاصة عم نشم برش البردقان يعني مزبوط كيف طيب والبردقان بس ينغلى كثير طيب صح بس نسترجع نحركها يا هون بدي انتبه على شغله كل شيء بحطه الكيد بجرب اجي اعمل له ريدكشن كثير منيح صح اكيد لازم يغلي لانه مش طيب بدنا نحشي بالكراب بدنا نحشي بالكراب وشغله ثانيه القريدس هلا انا بس خلص رح ارجع اقطعه شوي طب اللاف ما يعذبني فيك انت تيفتح تيفتح اوكي فيك انت عاملها قبل ايه عرفت شو يعني يا قبل هو نايب قطع برجع بقليها انا بفضل قبل؟ ايه بس انا نسيت قلت لي صراحه يعني هلا بس شفت الزكات كيف بدي لفه مش رح يزبطه قلنا صريح شيف صريح هذا شغل ما في اوكي هلا شوية تنبيد شوية أبيض. تنبيد ابيض هلا انت بالنبيد فينا نستغني عنه صح ما بده في استغني عن النبيد نهمزها شوف اذا رح توقف هلا هون هلا عن جد الكومبينيشن اللي رح نختار بس يغلو مزبوط يشدوا هيدا اللي بدنا اياها اذا بدك بهالوقت فينا نعمل كم كريب يلا شغله اخيره بالروسات محطوط بالاخر زبده كيوبز سقعين هاو بنشيل من البراد بس يخلص بنحط اثنين ثلاثه بيرجعوا يدوبوا معهم كانه عملتيهم سورتيه بزبده بيكم شو بس بتصير فات كثير بتصير كثير فات 100% ما تزيدها ما راح تزيدها خلينا اصحاب 100% أنت فهمنا زبدة كمان لا زبدة ما تزيد لحد حطينا هالقد بال بالكراب هيك يا هيدا لها ساعة عم ترتاح غير شكل أنا صفيتها بتعرفي هيك شفتي شو فرقت ليش أنا بفضل ليه ما بصفي الكراب يعني تما يطلع هيك متى ما تبرد هيك بس هلا شو شو يا شو شو يا رح جيب لك صحن تنحط الهيدي فيها حطيتها هوني رح حط شوية زبدة وين قاعدة؟ ايه حمية كمان مش على اساس ما توقعنا لهالدرجة بدنا نغير ايه لا بتعرفي هيدي اذا انتبهتي لها هي نقطة الزبدة ايه للشيطان للشيطان هي بتكفي هلا هاول اي اللي خالصين ايه بتكفي هلا دايما بأول وحدة حجتها معنا
ايه اول وحده للدواء للدواء بتلزق وللدواء وللشيطان وهيك يا هيدا هون خلصت شوريزو مع القريدس مع التراجون مع العصير لا طفايته طب ناكل هي وقت اللي عم نعمل بتطفي هلا اشتر لداري هلا مش عايزين يا حشت عليك يعني يعني هيدي صارت هيدي صارت رح نعمل صغير ما رح نكبر كثير اوكي نص اللوش نص اللوش لهون كترنا شوي زبدة أول وحدة بس ما تلزق بعدين بيمشي الحال هيدي بس لندوق إذا البكويت طيب إذا الإنجريديان منيح كذا إيه هلا بنقصر الحال بس تكون حتى على الدوس حتى على الدوس هي مش بس تستوي شوي بتقبع من تحت انتبه كثير على النار تبعها بتعرف فينا مشي اثنين مع بعضهم صح في وحدة ثانية في في ايه إذا ما استوت بتعذبك شو كل هاللبكة كنا جبنا خبز عربي وحطيناهم هو اللي بالساندويتش اللي لفينا لكن كنت ماشي طنا كنت عملت يا وانا سربت هي دائما اول وحده مثل ما قلنا مش منيحه بتعذب هيدا هيدا مثلا بدها تكون أرق انا كنت احط اقل وتفلش معي اكثر لاحظتيها احسن شيء لما الواحد يكون عنده ماشين الكريب ما هيك الكرومبوز ايه في هيدي بس هيديك انتبه هيديك بس تنحط بتعذب صح خمس دقايق هيدي ترتشت سوري هلا yes. كاتيا بدي اقول لك ديجا اهم شيء نعمل شيء اثنين ثلاثه تنلفهم لانه عندنا تيستينج بعدين دغري ملاحظه شو تيجي الناس تبعها يعني هيدي اسمك من الكريب العاديه بدي ذوقها بس لانه بكويت بدي اشوف كيف طعمتها حتى التكستير تبعها بس تستوي غير بين عليكي هيك شوي طعمتها غير في لها تكستير كانه عم تاكل خبز قمحة كاملة مزبوط يعني ايه ما ايه هيدي الطعم هيدا جيبوا لنا ربطة خبز شباب قمحة كاملة هيك نحت نعمل ساندويتش ما بنتعذب بهالكريب طيب هلا هي اللي رح تعمل الفرق كمان الحشوة حشوة صح اكيد صح هي مبدئيا الرسالة هي يعني وقت اللي عملنا ال عملنا الكريب وهيدي كريب مش سكري يعني ما فيها ابدا شو اسمه ما حطينا سكر لا شايفين بس تبلش خلص صح بتزبط ايه بتقلل لوحدها ليك هي شو حلوه جمال على الحل مش معقول تعال على امه شوفي هالمال مش لحقها زبده بس برضه بنشيله
يلا ديجا صار عندنا اثنين للتيستينج. هلا التيستينج دغري من بعد الشوف ما هي؟ نعم. نحن علينا نحشيها بس مش مشكلة إذا ما عم عندنا عملنا البرزنتيشن. بجيب لك صحن تاني؟ ملي معروف. هلعنا. هون طلع شوي سميكة بخليها نعكس صغيرة شوي زيادة. تتزبط. مية مية. تري بيان. اللي فينا نعمله نرجع نزيد شيء بسيط. دقيقة بعد عنا ما بتلحق تعمل وحدة تانية. بنلف يعني هلا؟ اوكي يلا. هاي وحدة وهي وحدة بنلف هون حتى اجيب الحشو ونشتغل هون. يلا. بنشيلها عن النار. ايه. طب فاينل. اوكي. هلا للقريدس هو مثل ما حكينا بكون مقشر تا يساعدنا باللف نقصه بهالشكل. ايه عرفت ايه بس يصير على طوله فينا نعملهم قبل ما بس ننتبه بس نعملهم قبل الاستوى طبعا بتكون اقل اقل لانه دغري بصير بيلطع قدام صح عرفت ايه هون احسن. نحن رح ناخذ سوا بريك وبنرجع لكم بالتيستينج. اهلا وسهلا بكاتيا. ميرسي. ما كلنا مشغولين عم نشوف شو حياتك. اكلي انت كريب مع باكويت و لا مع باكويت لا ورايدس. انا ولا مره اكلي كريب مع رايدس. لا كريب مع رايدس لا. كيف بما انه هيك ما في تفضلي. يعني شيء طعمه غريب شوي بس طيبه كثير لانه في سوليتو مع مع الرايدس قليناهم مع بعض. عادشو نكهة غير شكل لكن هو بشرب شيء جديد. ثانك يو. ما هيك؟ سمبل سمبل. طعمي مش غريبة. بتحسي عم تاكلي خبز قمحة كاملة مع شو اسمه؟ القريدس. قلت شو ها؟ أو ما حطيناهم لا بالعجينة ولا بالحشوة. بقدونس. فرجينا لشو؟ بقدونس. وكلت تحطهم يا بالعجينه يا بالحشوه نحن ما حطيناهم اليوم مش جربته ليه هالشريطه بيلبق مع كل شيء مش معقول كثير طيب بس تقليه مع عصره حامض او اورنج بيكسر كل الطعمات صح فيري نايس كثير طيب طيب ليه هيدي الخبزه ومش غيرها يعني هلا هي جربنا الكريب هي الكريب على طحين عادي نحن جبنا تبع الحنطه السوداء طحين بقى يعني كتكستور تغيرت كشكل ك هلا طعمي ها بس انه برضه نعم بلا سيفر. بلا طعم طيب حشوي انا فعلاً بتلبق اكثر من الكريب العادي مع الكريدس نايس كل هالاسبوع مارون بده يطبخ قصص مع الكريب كمان مظبوط وفي كريب سوزات وكريب اتسترا انت امتى هون؟ بكره كمان في كريب أنا مش هون بكرة، أنا برجع بشوفكم مشاهدينا الأسبوع الجاي على راد ما تنسوا البسمة على وجهكم بترككم مع ريسيبي بكرة باي باي.